زكي الشامي، ماجستير 2014، ماجستير في القانون الخاص جامعه اسيوط 2014. حضرتك احنا واقفين النهارده عشان نطالب بتعيين حمله الماجستير 2014 اللي هم يتعينوا المفروض في شهر 1، اللي هم المفروض كان تعيينهم في شهر 1 2015، تمام؟ هم رفضوا قرار التعيين وعينوا اعتماد 2014 اللي هي الدفعه اللي قبلنا. المفروض اللي هم اعتماد 2014 تبع دفعه 2014، تمام؟ احنا طالبنا المسؤولين رفضوا تماما ان الدفعه ما تعينش في شهر 1 كده، تمام؟ نزلنا النهارده عشان نوصل صوتنا للمسؤولين ان احنا دفعه 2014 اللي هي تبع اعتماد 2014 اللي هو المفروض يكون تعييننا شهر 1 2015، تمام سعادتك؟ احنا مستنيين اي حد من المسؤولين يخرج علينا ويطمنا ان هو التعيين يكون في شهر 1 2015 او اي شهر، شهر 15 خلال سنه 2015. لينا حق ومش هنسيبه، لينا حق ومش هنسيبه، لو